يوجد رجل من الصوفية على الطريقة التيجانية ويدعو إلى طريقته، ومن استجاب له يبايعه ثم يصافحه ويقرأ قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلى آخر الآية، ثم ينفث فيه ويزعم أن الذي يبايعه يرى رسول الله، وكذلك يلزم المبايع أن يقرأ الورد لأن شيخهم يقول إنه أفضل من القرآن وقد تلقاه من رسول الله مشافهة، ثم إن هذا الرجل إمام مسجد ويقرأ القرآن ويزعم أنه يتلقى أوامره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره أن يأخذ كتاب جواهر المعاني، وهذا الكتاب فيه الشركيات والبدع والخرافات. هذا الرجل دجال من الدجاجلة. البيعة تؤخذ للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته، ثم لحاكم العصر إن كان مسلما فلا بأس أن تؤخذ البيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أما أن تؤخذ لصوفي منحرف بعيد عن دين الله من أسلافه من كان يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته، وآخر يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، وآخر يقول منهم: ما في الجبة إلا الله، وآخر منهم يستبيح المحرمات. فجاء عن ابن خفيف وهو من الصوفية أن امرأة توفي زوجها، فذهب ابن خفيف وجماعة من الصوفية يعزونها في زوجها، ثم بعد أن جاء الليل قال: هل هنا غير، أي هل هنا أحد ليس من الصوفية؟ قال: النساء لا غير، وكان الرجال في مكان والنساء في مكان، فذهب الرجال مع النساء وأطلعوا السراج والسلام عليكم، والأمر معروف. هذا شأنه في ترجمة ابن خفيف، وهو يعتبر من أضداد التصوف، وحماقات الصوفية أكثر من أن يحصيها متكلم. فقد ذكر أبو حامد الغزالي عن بعض الصوفية أنه كان لديه ذهب ثم ذهب وألقاه في البحر، أموال يلقيها في البحر، لما فعلت هذا؟ قال: إنه شغلني عن ربي. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو ينهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن إضاعة المال: ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. آخر من أضباب الصوفية ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء، متبجحا بذلك أبو حامد الغزالي، أنه نزل في بلدة، وبعد أن نزل في البلدة عظمه أهل البلدة، عرفوه فعظموه، ثم أراد ألا يعظموه، فرأى شخصا دخل الحمام ووضع ثيابه، ودخل الحمام وذاك ذهب وأخذ ثياب الذي دخل الحمام الصوفي أخذ ثياب الذي دخل الحمام وذهب بها، ثم بعدها لحقوه وضربوه، وكان يسمى بلص الحمام. أيجوز لأحد أن يسعى في أن يتهم بأنه لص بعد أن كان مقبول الكلمة وكلمته نافذة يستطيع يوجه المسلمين؟ وهذا
الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتخبط تخبط عشواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل شرة فترة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن من حديث العرباض بن سارية: وكل بدعة ضلالة. فهكذا شأن المبتدعة الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقل ما فيهم أنهم أماتوا الدين وصوروا الدين في صورة الرجل المريض الوسخ القذر المنفر عن دين الله. أخبرني غير واحد كما سمعتم قبل أن شخصا في اليمن، شخصا في اليمن يخرج عريانا ولا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يصلي، والناس يلتفون حوله، فمن ضربه بين كتفيه فرح كأنما حج أو اعتمر، لأن ذلكم المجنون قد ضربه بين كتفيه، وذاك ينفذ في وجهه، وذاك وذاك. هذا شأنهم معشر الإخوة. أمة تحيلت على وتحيلت وتلصصت على إخراج أموال المسلمين ولو بالسفاهة ولو بالغدارة ولو بالدناءة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، أعني صحيح مسلم، يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولكن هؤلاء أظهروا الإسلام على أنه دروشة، أظهروا الإسلام على أنه ماذا؟ أكل وعصيدة وقات إلى غير ذلكم، وأخرى يظهرون الإسلام على أنه خلاعة. ألا تعلمون أن الصوفية يبيحون الأغاني، وأن أبا حامد الذي يلقب بحجة الإسلام كذبا وزورا، وأن أبا حامد الذي يلقب بحجة الإسلام يقول إن الشخص ربما يرب قلبه من سماع الأغاني ما لا يرب قلبه من سماع القرآن؟ نعوذ بالله من عمل بصيرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ القرآن تسمع لسطره أزيزا كأزيز المرجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قرأ عليه ابن مسعود القرآن قال له: حسبك. عند أن بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أبي بن كعب عند أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر
أمرني أن أقرأ عليك لم يكن؟ قال أبي وذكرني ربي؟ قال نعم. قال فجعل أبي يبكي. ثم نسمع ممن يلقب بحجة الإسلام كذبا وزورا، نسمع منه أو يبلغنا عنه أنه يقول إنه يمكن أن يرد قلب الشخص بسماع الأغاني ما لا يرد بسماع القرآن. ضامات وظلمات بعضها فوق بعض. وقد ذكر أبو حامد الغزالي وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس جملة كبيرة بل صفحات كثيرة في تلبيس الشيطان على الصوفية. فبعضهم في الليلة الباردة يلبس جبته التي ثغنها نحو أصبع وقد بلها بالماء في الليلة الباردة وقد بلها بالماء، وبعضهم يمنع نفسه من شرب الماء البارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء البارد ويشرب الحليب ويشرب العسل إلى غير ذلك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقل إن الصوفية مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يمتنع من الزواج، ولكن بعد ذلك ماذا؟ ربما يستصحب المردان ويدع في الفواحش مع المردان ويزعم أنه ترك الزواج من أجل أن يتفرغ للعبادة لئلا تشغله امرأته، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الثلاثة النفر كما في الصحيحين من حديث أنس، وكان أحدهم قال أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولما هم الصحابة أن يخصوا أنفسهم أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهكذا الأمور المتكاثرة التي يحرمها الصوفية على أنفسهم وهي حلال، أو يحلونها لأنفسهم وهي حرام، وسبب هذا الجهل. لكن إخواني في الله، فرق بين صوفيتنا وبين الصوفية التي ذكرها أبو حامد، وإن كانت ضالة المتقدمة واللاحقة ضالة، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن صوفيتنا صوفية عصيب وصوفية قاد وصوفية اختلاس لأموال المغفلين، اختلاس لأموال المغفلين، وإلا فهو مستعد أن يسرق ومستعد أن يرتشن. لو كان قاضيا لارتشى، لو كان يعني يستطيع أن يتحيل بأي حيلة على اختلاس أموال المسلمين. هكذا معشر المسلمين من طامتهم ما ذكره أبو حامد الغزالي، أن رجلا منهم كان له غلام، فكان يقول الغلام إني رأيت ربي، فيقول له شيخه كيف لو رأيت أبا يزيد البسطامي؟ فعزما على
زيارة أبي يزيد البسطامي، فلما رآه الغلام صعد مغشيا عليه ومات الغلام. فمعنى أن هؤلاء الضالين يفضلون رؤية أبي يزيد، أي رؤية منامية، رؤية أبي يزيد على رؤية رؤية الله. والله المستعان. وبقي أن ننظر أهو يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي، ورب العزة يقول في الذين توفوا ولا يستطيعون توصية إلى أهلهم، ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت حوادث بعده، والصحابة أحوج ما يكون إلى أن يروه. حصل قتال أهل الردة، فهل رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وحصل أيضا اختلاف بين أبي بكر وعمر في شأن قتال أهل الردة، هل ذهبوا إليه ويقولون يا رسول الله نقاتل أهل الردة أم لم نقاتلهم؟ حصل خلاف بينهم في بعض المسائل، وهكذا بين علي وعثمان في شأن التمتع، وحصل قتال بين علي وطلحة والزبير، فهل ذهبوا إلى القبر وقالوا نريد أن نسأل رسول الله أن نقاتل مع فلان أو مع فلان؟ أنحن أكرم على الله أن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهكذا قتال علي ومعاوية، فهذه ترهات. وعندي حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم أيضا يدفع باطله، قال البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر خطبة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى للنبي، أو قال الملائكة للنبي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري ما أحدثت أمته بعده. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فإن أعمالكم معروضة علي، فإن وجدت خيرا حمدت الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك ساءني. فالصحيح فيه الإرسال. وهكذا حديث: إن أعمالكم معروضة علي يوم الجمعة، قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ ففيه ضعف، والله المستعان. ثم لو صح لكان مخصصا لم يكن عاما. فالذي يدعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤية عين فهو كذاب، لكن الذي يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤية منامية فهذا يقع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. وفي رواية: فقد رآني في اليقظة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فهي بشرى، لكن ينبغي أن يكون الرائي ثقة، لا تكون من ترهات الصوفية الذين يتحيلون على إبطال شرع الله، على إبطال شرع الله في الرؤيا. وقد هجم الكفار على بلدة، أو الشيوعية على بلدة، وأوعزوا إلى الصوفي أن يقول للناس لا تقاتلوهم فإنهم منصورون، فأتركوا حتى استولوا على تلكم البلدة. وأما الطريقة التيجانية
فهي من أخبث الطرق، من أخبث الطرق الصوفية. حدثني الشيخ تقي الدين الهلالي، وأيضا وجدته في كتابه الهدية الهادية إلى الفرقة التيجانية، يقول إنهم إذا أرادوا أن يزوجوا امرأة وهي عذراء يلزم أن يمر بها على ذلكم الصوفي وتبيت عنده إلى الصباح. الشيخ تقي الدين الهلالي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية وكان تيجانيا، فهو يحدث عن معرفة ويقين، وهكذا أيضا في تركهم لدين الله، ويقول إن لهم وردا يقولون إن قراءته أفضل من قراءة القرآن كذا وكذا ألف مرة أو غير ذلك، ولعلهم يسمونه الفاتح. فهكذا معشر الإخوان، الصوفية تغلغلت في إفريقيا، تجهلت المسلمين، تغلغلت في إندونيسيا، تجهلت المسلمين، تغلغلت أيضا في الشام في سوريا، تجهلت المسلمين أينما تغلغلت، وفي السودان أيضا تغلغلت الصوفية تجهلت المسلمين. أما صوفيتنا فهم صوفية عصيد، لا تخافوا منهم، اعطوهم عصيدا وفاتا وحلبة، وهم أنتم إن شاء الله سيميلون معكم، والحمد لله. السنة ستقضي عليهم، ستقضي عليهم يا إخواننا إذا تفضحتم في دين الله. فإذا كانت السنة بفضل الله، بفضل الله ليس بحولنا ولا بقوتنا، قد قضت على التشيع ها هنا بصعدة، وأصبحوا كماذا؟ ليس لهم أثر ولا علينا منهم ضرر، بحمد الله. أصبحوا كما يقول، كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاتبا باله قليل الرجاء. فأصبحوا في عداد الأموات. فأنتم إذا تفقهتم في دين الله ونشرتم السنة فإنهم سيذوبون، لأننا في شعب مسلم. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يقول السيوطي إنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا له من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث عمران بن حصين: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله، وبنو تميم من ساكن نجد. قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد بدلناها. وأثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل اليمن كما في مجمع الزوائد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال كلمة خفيفة: إلا أنتم.
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أهل اليمن إنهم أردت أفئدة وأليل قلوبة. وهذه الأحاديث في البخاري ومسلم أو في أحد الصحيحين إلا حديث مجمع الزوائد أقصد ليست من الحزايا. حدثتني جدتي عن عمتي لكنها ثابتة. وذكرت حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال, وهو من حديث ثوبان, إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض. ومعنى الحديث أن الناس يزدحمون على الحوض فيخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعصاه ويقرع الناس حتى يذودهم عن الحوض. وهذه الأحاديث أيضا تشمل ما عن يمين الكعبة, تشمل الحجاز وتشمل نجران وحتى تشمل عدن. فإن لنا آملا كبيرا أن الله سيطهره من الشيوعية وأنه سيصدق إن شاء الله في هذا الزمن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في أهل اليمن يخرج 12,000 يخرج من عدن أديا 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير أهل الأرض أو بهذا المعنى. فعدن أيضا الذي احتلته الشيوعية لنا أمل كبير أن الله سبحانه وتعالى سيجعل بأسهم بينهم ويدمر عليهم كما فعل بهم أول مرة. لو استقمنا لأرانا الله في أعدائنا العجائب. فإن الله غيور على دينه والحمد لله. فنصيحتي لكل مسلم أن يبتعد عن الصوفية وعن التصوف وأن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمان من الضلال والتي يقول رب العزة في صاحبها وإن تطيعوه تهتدوا. ائتوا بكتاب الله واقرؤوه من أوله إلى آخره وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقرؤوها من أولها إلى آخرها. فهل تجدون فيها أنكم تكونون تجانية أو تكونون شاذلية أو تكونون من تلكم الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سمعنا الله مسلمين, سمعنا الله مؤمنين. إنما المؤمنون يا إخوة ليس في الدين تصوف. التصوف بدعة حتى من حيث اشتقاق. هل هو من الصفا؟ فكانوا يقولون صفوي. أم هو من الصفة؟ فكانوا يقولون صف. أم هو من الصوف؟ فذاك نسبة. إذا كان من الصوف فذاك صوفي. لكن النسبة مبتدعة. لو لم يكن إلا مجرد النسبة فضلا عن أن يدعوا أنهم أولياء الله وأن يحاربوا الدعاة إلى الله وأن يحاربوا أيضا أولياء الله كما يقولون رمتني بدائها وانسلت. الدعاء إلى الله الذين يعتبرون صفة أولياء الله يعتبرون صفة أولياء الله يأتي هؤلاء المخذولون الذين هم مستعدون أن يستأجروا لبريطانيا أو يستأجروا لأمريكا أو لروسيا للشيوعية. وقد أخبرني غير واحد من إخواننا العدنيين أن الصوفيين يتجسسون للشيوعية على الدعاة إلى الله وعلى حفظة القرآن. فهذا الذي نتوقعه من الشيعة ونتوقعه من الصوفية. فإن الله ابتلى الإسلام بهما أبتل الله الإسلام بهما كما يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الملل والنحل والكتاب والدين ليس فيه تشيع إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الدين ليس فيه تصوف, ليس فيه آراء,
ليس فيه آراء في اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أبو بكر من الأولياء، من الأولياء. التيجاني هذا من الأولياء، لا نعم من الأولياء، لكن من أولياء الشيطان. أما أبو بكر ومن أولياء الرحمن. وضروري ضروري يا إخواني في الله، وما تظنوا أن التيجاني مثل ماذا؟ مثل بعض الصالحين الذي يبنى على قبره ضبة وينادى وهو رجل صالح ولا يرضى. التيجاني من نفسه ضال، عدو لله، بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فدعوتهم تنتشر بين العاجم الذين لا يفهمون كتاب الله ولا سنة رسول الله. أما نحن معشر اليمنيين فعرف، نفهم كتاب الله وسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في القرآن: من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأولئك يقولون وردهم أفضل من كتاب الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالذي أنصح به كل أخ أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع، ولا يبالي بهذه الأمة الحمقاء، لا يبالي بها. يجد ويجتهد ويجعل له وقتا لطلب العلم، ويدعو الدعاة إلى الله إلى قريته. ليس خطابي لإخواني أهل ماوي فقط، خطابي لكل غيور على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحرص على التفقه في دين الله، وأن يحرص على دعوة الدعاة إلى الله على قريته. ما دخل الدعاة إلى الله إلى قرية إلا سقط التشيع، وسقطت الشيوعية، وسقط تجبر المشايخ، وسقط كل بلاء، كل بلاء يدوب أمام سنة رسول الله. حتى الشيوعية تدوب، وحتى البعثية، وحتى الناصرية تدوب إذا كان للسنة مجال، إذا كان للسنة مجال، لأنها حق. ودين التصوف مبني على الكذب والخداع، ودين التشيع مبني على الكذب والخداع، ودين الشيوعية مبني على الكذب والخداع، والبعثية على الكذب والخداع، والناصرية على الكذب والخداع. أما أنت فعندك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بضاعة ناتقة إن قبل فذاك، وإن لم يقبل فرب العز يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نسأل الله العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين.